السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور فرح عين بنت روسمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور أشيلة بنت عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد صالحين بن محمد يوسف. اسمي نور أمرينا رشادة بنت محمد سعيد. هيا نذهب إلى قريتي في العطلة القادمة يا فرح. دعني أفكر أولا يا أمينة. هل في قريتك بستان؟ نعم، هناك بساتين ومزارع موكول وحيوانات أيضا. هل فيها نهر وشلال؟ طبعا، أمام بيتي النهر نظيف وقريب من بستاني وشلال سهيل. يا سلام، ما أجمل القرية، سأذهب معك. طبعا. يا صالحين، ما ستفعل في يوم الأحد؟ هل تتجول في المدينة؟ نعم يا أشيلة، أتجول في مدينة كوالالمبور. أريد أن أذهب إلى المحل التجاري والبرج التوأمي. هل تذهبين معي؟ لا شكرا، أزور صديقي في المستشفى. مآمن تذهبين إلى المستشفى؟ سأذهب مع أخي بالقطار ثم نركب السيارة من المحطة. A few moments later. ماذا تفعل يا فرح؟ أشيلة، أتسوق عبر الإنترنت. أريد أن أشتري سلسلة ولؤلؤ. يا سلام، هو أسرع طريقة وسكرة أرقص ليانا عند حمى التواصل. كم ثمن هذا بلور؟ 3,999. أرجو لؤلؤ ناقص قليلا. هذا غالي جدا. هذا غالي، هل هناك تخفيض يا فرح؟ لا أريده، هذا غالي جدا. بكم السلسلة؟ السلسلة 1,560. ما أرخص. أحب زلورة لأنه أحسن وأكبر سوق للمبيعات على الإنترنت. عندنا خيارات كثيرة، وأنا أيضا أفضل التسوق عبر الإنترنت. هل تنتظرين الحافلة يا أمرينا؟ نعم، أنتظر الحافلة القادمة من شعلام. سيأتي أخي لزيارتي بمناسبة العطلة المدرسية. هل تسافر يا صالح؟ نعم، أسافر إلى جوهر بارو بالحافلة. ستغادر الحافلة في الوحيدة زهرا. أين ستقيم هنا؟ سأقيم في البيت أخي. سأتجول في الشاطئ مع أخي. وأنت يا فرح؟ أنا أذهب إلى صالون. أن أريد أن أقص شعرة بطرز المعاصر. الآن هو الوقت المناسب للتجميل. الآن هناك خصم كبير بمناسبة يوم المرأة العالمي. هل هوايتك الطبع يا أشيلة؟ لا، هوايتي التسوق. أنا هوايتي التسوق أيضا. وأنت يا صالحين؟ هوايتي ركوب الدراجة مع أصدقائي. وأنت يا أمرينة؟
هوايتي السباحة. متى تمارسين هوايتك يا أمينة؟ أمارسها في نهاية الأسبوع يا صالحين. أين تمارس هوايتك؟ أمارسها في الحديقة. وأنت متى تمارسين هوايتك يا أشيلة؟ أمارسها هوايتي في نهاية الأسبوع أيضا. الآن موسم المطر ولا تركبين الدراجة والسباحة في الخارج. شكرا على النصيحة يا فرح. وأنت أيضا يا فرح لا تمارسي هوايتك في وقت العمل. يا أشيلة، مادة العلوم 7، هل أراجع معك؟ تفضل، هيا نراجع معا. أين تراجع الدروس ومتى يا أشيلة؟ أراجع الدروس في المكتبة في ساعة الثانية ظهرا. كيف مادة اللغة العربية؟ أحب اللغة العربية. هي سهلة جدا، حصلت على تقدير جيد. يا صالحين، أنت حصلت على تقدير جيد جدا. الحمد لله، مبروك على النجاح. شكرا.